السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخواتي الغاليات، كديرين؟ أحوالكم طيبة؟ أسأل الله عز وجل أنكم تكونوا بخير وعلى خير. صراحة تغبت عليكم واحد الغيبة طويلة، الحمد لله بإذن الله عز وجل سنعود وسنعود العودة إن شاء الله تكون قوية بإذن الله مع موديلات جديدة بإذن الله تعالى. فشوفوا معي البنات هذا الموديل اللي لابسه أنا، بزاف منكم كيقولوا لي أنا أبغينا موديل ديال دو بياس، قولوا لي كي جاكم هذا الموديل؟ شوفوا الشكل ديالو كيفاش كيجي. هو دو بياس بالصاية، الكميمات كيجيو في هذا الشكل، ومن هنا ما شاء الله هضره على راسها. واخا ان شاء الله باذن الله البنات خليو لي تعليقاتكم كي جاكم هذا الموديل هذا، باش الا بغيتوه حيت هذا يلاه خدمت فيه ايشونتيو، بغيت نسولكم طبيعه الحال اللي عجبكم غنخدم لكم ان شاء الله فيه بزاف الالوان وتكون فيه حتى لي طاي باذن الله تعالى. بالنسبه للموديل اللي غنوريكم اليوم، وقبل ما ننتقلوا للموديل بغيت نقول لكم المحل ديالنا فين كاين. المحل ديالنا كاين في الدار البيضاء بالضبط، كاينين في الولفه في الحاج فاتح. ملي كتجي الحاج فاتح كاين المسجد ديال الحاج فاتح اونفاس مع المخبزه ديال بلادي، القيصريه اللي فيها المحل ديالنا اونفاس مع المخبزه، كتطلعوا الفوق كتلقاو المحل ديالنا. فمرحبا بكم جميعا اخواتي. بالنسبه للموديل البنات اللي هو هذا، موديل مخدوم بالكريب، لان البنات بزاف منكم كانوا كيقول لي انا بغينا دو بياس دو بياس دو بياس دو بياس، فانا غنحاول نخدم لكم نرجع لكم للدو بياس، لان دو بياس تيبقى حتى هو موديل كيجي شيك في اللبسه وكيجي عملي بالاخص في الصيف، كيجي الشكل ديالو زوين وخفيف في اللبسه ديالو. هانتوما البنات بالنسبه لهذا الموديل هذا، شوفوا الصايه الصايه كيفاش مخدومه، شفتوا الصايه فيها بانسات هنايا ولاستيك. البنات راه دو بياس، راه الا خديتي منها دو بياس راه ما عمرك غتندمي عليها، لانها الثوب ديالها اولا كخيط ممتاز، يعني صبن ورد، وفي نفس الوقت راه الخدمه متقونه، والصايه راها كلوش. شوفوا الصايه تبارك الله قداش، يعني راه كتجي كلوش في اللبسه ديالها، وكيف قلت لكم لاستيك راه مخيط مزيان. بالنسبه للشوميزه لي ديتاي اللي كاينين في لا شوميز، هانتوما بالمناسبه انا كنت بغيت غير نقلب، وهانتوما شوفوا الخياطه من الداخل كيفاش كتكون، يعني الفينيسيون تبارك الله ما شاء الله، الفينيسيون ما عندنا ما نقولوا عليه، الخدمه ما شاء الله متقونه. شوفوا البنات الفينيسيون الخياطه، وعد ان الثوب هذا ثوب كريب كيف قلت لكم، ثوب شي حاجه اللي رائعه. هذا من الحبل لبسي صبني، ومن الحبل لبسي ما غتسناي لا تصلحي لا حتى حاجه. شوفوا الشكل ديالو كيفاش كيجي، درنا فيه هاد لي ديتاي هنايا في الصدر، والكميمات جايين في هاد الشكل. بالنسبه للالوان اللي كاينين فيه انا غنلبس لكم باش تشوفوا كيفاش داير، وغنوريكم الالوان اللي كاينين عندنا في هذا الموديل. بالنسبه للوينات عندنا هاد الزريق هذا اللي وريتكم، كاين فيه هاد الخضر، هذا اخضر ملكي مغلوق. شوفوا ثوب ما شاء الله، ثوب صبن ورد، هذا بلو مارين. وبالنسبه للثوب يعني هذا كتلبسيه دائما، يعني في الصيف في البرد في اي وقت غتلبسيه، لان الثوب ديالو ماشي سخون وفي نفس الوقت ماشي صيفي بزاف. وشوفوا هذا راه ما كيتمازى ما والو، يعني يكون عندك خاتم ولا يكون عندك اي حاجه ما تخافيش منه يتمازى اطلاقا. كاين عندنا الكرونه، هذه واحد الكرونه زوينه، عندنا هاد الكرونه مغلوقه، كرونه باربا. شفتوا اجي قرب لهم الكاميرا باش يشوفوا لي ديتاي اللي كاينين والخدمه كيفاش دايره. شوفوا الخدمه والفينيشو ديال الخدمه كيفاش داير، غرزه رقيقه الخدمه ديال هادي كيفاش دايره. فتبارك الله ما شاء الله فعلا الموديل غزال في اللبسه ديالو، وموديل ما دايرش هذا الشيء باش كنتميزو، انك ملي كتاخدي من محل هنا ام ياسر راه كتاخدي شي حاجه
اللي كتلبسيها بوحديتك، دونك ما غتلقايها في حتى شي جهه اخرى. هذا اخضر، هذا واحد الخضر زوين، كاين فيها الموف، فيولي، وكاين فيها الخرشوفي. بالنسبة اخواتي الاول لون اللي لبست لكم هو هذا، هذا البلو مارين، هذا البلو مارين مغلوقة، هذا البلو مارين غزالة. اللون اللي لابسه انا في النقاب راه مفتوح على البلو مارين اللي كاين في الكسوة في العباءة. شوفوا الناس الشكل ديال الكميمات كيفاش كيجي، والتوب ديالو ما شاء الله غزال، اللهم بارك. التوب ديالو ارتيب طايح، شفتوا هذا اللون، هذا الثوب هذا يعني انا دائما كنخدم به، ثوب اللي ما شاء الله غزال، تصبين لبسيه من الحبل، شتي كيف تصبنيه غتهزيه من الحبل غتلبسيه غتلقايه فحال هكا، يعني ما كيبقاش ما كيتكمش ما والو. بالنسبه للساك انا البلاس فجبت لكم هذا الساك، هذا لبسناه مع هذه العباءه، هذا اللون ديالو سيال. بالنسبه ل المقاس ديالو هذا مايان، يعني القياس ديالو ماشي صغير وماشي كبير، وفيه هنايا اجي تشوفي معنا، فيه هنايا هانتوما هنايا فين كديري هذا، هنايا هاد البلاصه، فيه هنا عاوتاني فين كاينه السنسله، وعاد فيه هاد لابارتي هادي، وعاد كاين هنايا اللور، السنسله تبارك الله زوينه، وعاد باش اللور كاين هاد السنيسه هنا. هاك الجلد ديالو تبارك الله روعه. بالنسبه للطرحه اللي لبست لكم هي الطرحه مع النقاب ديالها، كيف شفتوا هذا النقاب، طرحه كتكون طويله، ممكن انك ديريها طول من هكا الا بغيتي، وممكن انك ديريها قصر من هكا، دونك انت كيبقى لك الاختيار، بغيتي تقصريها غتقصريها اكثر، بغيتي تطوليها اكثر فانك تقدري تطوليها اكثر. المهم اللبسه شفتوا كيفاش كتجي، اللبسه ما شاء الله كتجي زوينه، الشكل ديالها مغاير على الموديلات اللي كنخدمو قبل، وحتى الشكل ديالها يعني كيف كنقول لكم حصري، ما غتلقاو حتى شي جهه اخرى. نتمنى انا الموديل يكون باين ليكم، ننتقلوا لون اخر ما تمشيو فين. هانتوما اخواتي البيسه ما شاء الله روعه، البيسه صيفيه خفيفه ظريفه بامتياز، شي حاجه اللي غتلبسيها وتحسي براسك لابسه شي حاجه اللي غزاله، اللهم بارك. كيف كيقولوا لي الاخوات، تحسي براسك اميره، اميره اختي الطيبه. درت لكم هذه في الكرونه، درنا معها نقاب والطرحه في الكرونه. بالنسبه للاخوات اللي بغاو الزيوفه راه كاينين زيوفه، بالنسبه للزيوفه راه عندنا لون واحد، هما اللوينات لون واحد كلهم متوفرين جميع الالوان، وعندنا حتى الزيوفه مزوقين. بالنسبه للزيوفه المزوقين حتى هما البنات عندنا فيهم مجموعه ديال الالوان، من غير هادو كاينين هادو كاينين لوينات اخرين. كيبقى لك انت الاختيار، كنتي منقبه بغيتي النقاب بهذا بالشال، اولا النقاب الماليزي اللي كيكون معاه زيف في ميترونس على ميترونس متوفر، بغيتي هذا اللي بالطرحه حتى هو غزال. المهم انا كنفضل هذا ديال الطرحه، التوب ديالو البنات غزال ومريح، وبالنسبه للصيف يعني كتحسي براسك كتلبسي شي حاجه اللي ما غتخنقك ما والو. فهذا هو اللون الثاني البنات، شوفوا هنايا في الجناب كيفاش كتجي والديتاي ديالها، وتصوب ما شاء الله غزال، اللهم بارك. حسي براسك لابسي شي حاجه كلاس اختي ولابسها بوحديتك. اهلا بضيوف قد جاءوا، أهلا بضيوف قد جاءوا، فبدوا كالنهر المنسالي، جاءوا للحفل على شوق، فجزهم الجنة يا باري، فجزهم الجنة يا باري.
يجزيهم الجنة يا باري. أسعد يا ربي والدتي، كم سهرات من أجل ليالي، ومعلمة كانت فينا تسمو بعظيم الأفعال، تسمو بعظيم الأفعال. فبدوا كالنهر المنساب، جاءوا للحفل على شوق، فجزهم الجنة يا باري، فجزهم الجنة يا باري. أنعم بضواف الأخلاق، وبيارى حسن الإصرار، وغرام تريد الخير لنا، وبحسن الأخلاق تباهي، وبحسن الأخلاق تباهي. أهلاً بضيوف قد جاءوا، فبدوا كالنهر المنساب، جاءوا للحفل على